المزيد تنضم إلينا الأستاذة حنان رمسيس خبيرة أسواق المال عبر الهاتف. برحب بحضرتك يا فندم إلى شاشة إكسترا نيوز. مساء الخير يا فندم. مساء النور. يعني إذن أستاذة حنان، عمليات شراء قوية من جانب المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والعربية يعني ساهمت في انتعاش البورصة المصرية، تفضلي. طبعا كان في جلسة الخميس في ارتفاع لكافة المؤشرات، وزي ما حضرتك ذكرت في التقرير المؤشر 30 وصل فوق مستوى 17600 نقطة، مدعوم بمؤشرات من قبل المؤسسات المحلية والعربية. طبعا عندنا العديد من الأسهم القيادية عملت طفرات سعرية، وده بيرجع لحاجة مهمة، ضخ السيولة القوية فيها والمراجعات الدورية للمؤشرات العالمية. في سهمين قياديين انضموا إلى مؤشر MSCI العالمي للأسواق الناشئة، وده طبعا بسبب النشاط داخل السوق المصري. وفي عندنا سهم قيادي آخر بيقود بورصة لندن في الارتفاعات الدورية، وده اللي عمل الزخم القوي جدا في التداولات في جلسة الخميس، وكانت ارتفاع البورصة في خلال الأسبوع عمل أكثر من 8%. طبعا في أخبار إيجابية تتعلق بالاقتصاد، في أخبار إيجابية تتعلق بالطروحات الحكومية، في أخبار تتعلق بالاهتمام الدولة بالبورصة كمصدر جيد للتمويل منعدم التكلفة. طبعا كلما زاد التمويل بهذه الطريقة عن طريق طروحات حكومية وزيادة حصة التداول، إذا كان المتعاملين من داخل مصر أو متعاملين من الخارج أو عرب أو أجانب، فده بيدي زخم قوي جدا للتداولات وبيرفع السيولة لمستويات قياسية. وكلما ارتفعت السيولة كلما بقت مؤشرات لأطول فترة ممكنة في المنطقة الخضراء. حضرتك تحدثت عن أن السيولة تجاوزت 4 مليار جنيه، واحنا طبعا عندنا متوسطات للاداء اليومي تتجاوز تقريبا 3 مليار جنيه. فكانت جلسه الخميس زي برضو ما حضرتك ذكرتي من افضل الجلسات خلال جلسات الاسبوع، ورجعنا تاني للمستويات المرتفعه في 2018، واحنا البورصه المصريه محققه افضل اداء اسبوعي وسط اسواق العربيه، وكنا في بدايه العام واخدين افضل اداء في السنه الماليه يعني عام 2022، ومستمرين في الاداء الايجابي في 2023. طبعا بيتخلل التداولات بيبقى في تبادل المراكز، في انخفاض في اسعار اسهم بيخش المتعامل يشتري فيها، وفي ارتفاع في اسعار اسهم ثانيه. لا يعني على سبيل المثال في بعض الاسهم عملت تداولات وارتفاعات تقدر ب 17% داخل الجلسه الواحده. طبعا حضرتك لو اي حد بيدخر ادخار بنكي بياخد تقريبا 25% لو كان شهاده ادخار لمده عام، ولو واحنا في البورصه حققنا ارتفاع في سهم واحد 17% في خلال جلسه تداول واحده. ما بالك بقى لو خمس جلسات تداول في الاسبوع كل يوم بتعملي اكتر مثلا من 10%، طبعا دي بتعدي بكتير الادخار البنكي والشهادات البنكيه. ودايما دايما بنقول ان البورصه في حاله التضخم هي افضل يعني وعاء استثماري يستثمر فيه المواطنين اموالهم. أستاذة حنان، تحدثتي عن الأطروحات الحكومية واهتمام الدولة المصرية بالبورصة، يعني عاودين نلقي الضوء أكثر على هذه النقطة. طبعا السيد رئيس مجلس الوزراء كان أعلن في يوم الأربعاء أن في أطروحات عبارة عن 32 شركة بتتعلق بأكثر من 18 قطاع، منها قطاع البنوك، منها قطاع الصناعي، القطاع التجاري، والأول مرة في البورصة هيخش قطاع جديد هو قطاع الطاقة، قطاع التعدين، وقطاع البترول. القطاعات ديت ممثلة في المؤشرات الدول العربية وبتعمل طفرات سعرية قوية جدا وبتدعم أداء المؤشرات. لو انضمت هذه القطاعات إلى البورصة المصرية ده هيدي أكتر من جانب إيجابي. أولا قطاعات جديدة يعني منتج جديد للتداول للمتعامل يجتذب استثمارات محلية وأجنبية وعربية، وكمان الشركات ديت شركات هيبقى فيه طبعا طبقا لوثيقة ملكية الدولة في تخرجات، هتكون في جزء منها تخرجات بنسب عالية وفي متوسطة وفي مشاركات من القطاع الخاص مع القطاع العام. طبعا تواجد القطاع الخاص مع القطاع العام والمشاركات الحديثة وطرحها في البورصة ده بيدي كمان فرصة للعديد من يعني الإيجابيات، منها يعني الحوكمة، منها طبعا الرقابة الشعبية من قبل المتداول على أداء الشركات، ومنها أهم حاجة إعادة تسعير
شركات القطاع الأعمال العام بعد طرح حصص منها. طبعا لما بيتم الطرح بيتم طرح بسعر يعني محدد، سعر عادل، ثم يعاود بعد كده التداول في البورصة، فبيبقى فيه سعر تداول وده بيعمل أرباح رأسمالية. فلما بيتم تقييم الجزء المطروح مش بيتقيم بس هذا الجزء، لا بيتقيم على أساس الشركة كلها اللي تم طرح جزء منها للتداول في البورصة. طبعا له مردود جيد جدا هذه الطروحات، بتنعش يعني الموازنة العامة للدولة، ولو كان في متحصلات بالنقد الأجنبي فبتدعم احتياطي النقد الأجنبي، فبيبتدي يزيد الاحتياطي، فبيبتدي يستقر الجنيه مقابل الدولار، بل ان الدولار يبتدي ان هو يفقد قوته تدريجيا بالعديد كمان من الأنشطة الاقتصادية اللي هتتطرق ليها مصر في الفترة القادمة. مردود بقى كل هذه الطروحات بيدي يعني ترويج للشركات المصرية لدى المستثمر العالمي. صحيح. ولما بيبقى في نشاط في التداولات بتبقى الشركات دي يبقى ليها الحظ ان هي تتقيس في المؤشرات العالمية زي اسهم الشركات الاخرى، وبيبقى لمصر نصيب في نسبة من قيمة التداول فبتجذب استثمارات اجنبية جديدة. ده بيرفع رأس المال السوقي للبورصة وبيرفع من كفاءة هذا الرأس المال السوقي، وكمان بيساعد على يبقى في عملية تسليم وتسلم. يعني ايه؟ في بعض صناديق الاستثمار العالمية ما بتحبش تستثمر في الأسواق السيرة بتاعتها ضعيفة، لأن ممكن بيخش يشتري، طب لما بيجي بيبيع ما بيقدرش يلاقي المشتري اللي يستلم منه بالكمية اللي هو اشترى بيها بعد ما حقق ربح، فبيضطر يبيع في السوق، ولما بيبيع في السوق بكميات كبيرة بيبتدي ان هو يهبط معاه السوق مرة أخرى. فلما بيبقى فيه مشتري متوازن يبتدي ان السوق يرتفع تدريجيا، ويبتدي كمان ده يشجع بقى المتعامل من الخارج. لما بيلاقي المتعامل في الداخل عامل أرباح رأسمالية بيغير من وجهة نظره، فبتبقى البورصة هي وسيلة من وسائل الاستثمار اللي بيبقى مطمن المتعامل ان هو يدخل فيها، ميبقاش بقى خايف من الهبوطات المستمرة الانهيارات في أسعار الأسهم، لا شايف ان في طفرات سعرية، ودي بتطمن لان الترند الصاعد او الاتجاه الصاعد بيجذب العديد من المتعاملين لدخل سيولة قوية وللبقاء في المحافظ الاستثمارية داخل البورصة المصرية. أنا بتوجه إليك بالشكر، شكرا جزيلا الأستاذة حنان رمسيس خبيرة أسواق المال.